تقع دولة سان مارينو داخل شبه الجزيرة الإيطالية، وتحيط بها إيطاليا من كل الجهات، وهي واحدة من أصغر دول العالم بتعداد سكاني لا يتجاوز 33,000 نسمة. لكن شهرتها الكروية تغطي على هدوء البلاد وبعدها عن الأضواء، حيث يشتهر منتخب سان مارينو كأفشل فريق كروي في العالم، فقد خاض هذا المنتخب 195 مباراة منذ تأسيسه في عام 1986، ولم يفز فيها سوى مرة واحدة في عام 2004، وذلك على حساب منتخب ليختنشتاين بهدف 1-0، في حين تعادل في 8 مباريات، بينما تعرض للهزائم في 186 مباراة، كما أن عدد أهداف هذا المنتخب لا يتجاوز 28 هدفاً على مدار 37 عاماً، فضلاً عن أنه يحتل ذيل التصنيف العالمي للمنتخبات. منتخب سان مارينو على مدار تاريخه هو عبارة عن كيس ملاكمة لكل المنتخبات الكبيرة، حيث تعرض لهزائم بحصص جد ثقيلة في 51 مباراة، ولعل أشهر هزائمه تتمثل في الخسارة أمام المنتخب الألماني ب13-0 في عام 2006، وهي نتيجة أتعبت الماكينات من تسجيل المزيد بطبيعة الحال، كما خسرت قبل ذلك أمام النرويج في عام 1994 ب10 أهداف دون رد، بينما خسر بفارق 6 أهداف أو أكثر في 49 مباراة. ورغم ثقل هزائمهم، إلا أن لاعبي سان مارينو كانوا يتقبلون الأمر بصدر رحب تهيمن عليه أجواء المرح والضحك، لأن معظم اللاعبين هم في الأصل هوات ولا يمارسون كرة القدم إلا بدوام جزئي، ولديهم وظائف أخرى غير رياضة كرة القدم.